فهد السويدي، مدير العلاقات العامة والتواصل في بورصة قطر. سعداء تكون بورصة قطر راعي موسي لمعرض صنع في قطر، تعكس مشاركتنا والتزامنا بدعم رواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي. نحن هنا لنشارك تعريفا قصيرا بأسواقنا المالية، حيث تشكل أسواق السوق الرئيسية مركزا للتداول الرئيسي، ويشكل هامش المؤتمر فرصة جاذبة حيث نستضيف جلسات نقاشية حول المشاركة الفعالة والتبادل والأفكار بين أصحاب المصلحة وتعزيز فهمنا المشترك والتحديات والفرص التي تشكل في الاقتصاد القطري.